احنا النهارده عايزين نتكلم عن حق التعلم، حق التعليم، حق العلم. في ناس تقدر تتعلم لغايه ما تاخد الدكتوراه واكتر، يعني ما تكتفيش بانه خد دكتوراه في الحته اللي هو متخصص فيها، تقعد تعمل ابحاث وتفضل تتعلم لغايه ما تموت. وفي ناس ممكن اخرها الابتدائيه. في قدرات في موضوع العلم والتعلم ده. في الامور الشرعيه برضو الموضوع برضو قدرات، في ناس تقدر تحفظ القرآن الكريم، في ناس ما تقدرش أو ما تعرفش، في ناس تقدر تتبحر في الدين وتتعلم فيه كتير، وفي ناس هي قدراتها إن هي بتعرف تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وتصلي وخلاص. إحنا مطلوب مننا إيه نتعلمه في ديننا وفي حياتنا؟ يعني إيه اللي مفروض علينا وإيه اللي مش مفروض؟ فكرة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ دي جاية بفعل أمر. هل هنا فعل الأمر ده يعني فرض، يعني لازم نقرأ، ولا أمر بس مش فرض؟ عايزين نفهم الحتة دي، وعايزين نفهم احنا نتعلم ايه في العلوم الشرعية ومطلوب مننا نتعلم ايه في ديننا مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. زي حضرتك حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وكعادتنا مرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعائك وصلى على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. أيوة صح. ونقول تاني، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخفض بيوت العز والشرف. ففي واحد يفتخر بماله بالسلامة، في واحد يفتخر بحسبه مع ألف سلامة، إنما الافتخار الحقيقي بإيه يا فندم؟ بإيه؟ بالعلم. ولذلك شوف أول سورة وأول اقرأ باسم ربك الذي خلق. بمعنى إيه الافتخار بالعلم؟ الافتخار بالعلم مش التكبر. مش إن أنا أتعالى على خلق الله. الافتخار اللي هو إيه؟ الاعتراف بنعمة الله علي. إن ربنا، حتى ربنا قال للنبي كده، قال له وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيم. سيدنا النبي يا فندم في القرآن كله، سيدنا النبي يعلمنا ايه؟ القناعة، ويعلمنا عدم طلب الزيادة. ما سمعناش ان النبي قال اللهم زدني مالا ولا زدني كذا، انما ده بأمر من ربنا، مش النبي اللي طلب، لا ده ربنا اللي أمر في القرآن كده. قال ايه؟ وقل رب زدني علما. بس النبي اللي علم الأمة، النبي اللي علم البشرية، الذي علم الناس جميعا، ربنا بيقول له بعد ده كله وقل ربي زدني علما. وفي الآية الثانية بعد ما طلب الزيادة ربنا يقول له ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. شوف بيقول للنبي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. للنبي للنبي محمد، وما أوتيتم من العلم إلا مقارنة بالعلم اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى سيدنا الشافعي قال معي المحبرة إلى المقبرة. يعني ايه؟ يعني اظل اكتب واقرا واحفظ الى ان القى ربي عز وجل. العلماء يا فندم علمونا ان العلم ده له قيمه. لذلك سالوا سيدنا علي بن ابي طالب ايهما افضل، العلم ام المال؟ طبعا العلم يحتاج الى المال. أيوة. خدي بال حضرتك. فقال لهم العلم افضل من المال. قالوا له ليه يا امام رضي الله عنه سيدنا علي؟ قال لانك تحرس المال ولكن العلم هو الذي يحرس صاحبه.